السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء الأعزاء. حابب بس أن أنا أوضح كام نقطة كده مهمين. أن أنا طبعا كنت أثرت كده كام موضوع، قلت والله أن موضوع الاستثمار العقاري ليس وسيلة لحفظ قيمة فلوس حضرتك، والعربيات برضو نفس النظام، يعني مش تبقى حضرتكم عارفين يعني. طبعا طلعوا علينا ناس محترمة، وبشكرهم كمان على ان هم يعني جعلوني اطلع اكون مصر ان انا اطلع بالحجة والدليل والبرهان اوضح ايه المغالطات اللي موجودة ده، لان ده شقة حضرتك وشقة عمرك، مش محتاجة فزلكة ولا محتاجة ان احنا نقعد بقى نتكلم كتير والكلام. وقولا واحدا، قاعدة ثابتة عند حضرتك، الذهب هو الملاذ الامن لحفظ قيمة فلوسك. أبى من أبى، رفض من رفض، يعني حور فور أي حد مهما كانت الكلمات والمصطلحات، المعدن الأصفر هو يعتبر هو الشيء الوحيد اللي موجود اللي تقدر تحفظ منه قيمة فلوسك. غير كده دي حاجة اسمها بدائل الاستثمار. وبالراحة يا جماعة، عايز حضراتكم تسمعوني كويس جدا، عشان أنا حريص جدا على الناس، وحريص جدا، مش محتاج حاجه، يعني اللي انا عايز اقوله ان انا ببقى بحب افرح للناس، بحب اشوف الناس تبقى مرتاحه ومبسوطه وبتكسب والكلام اللي كل الناس عارفان عليه من سنين يعني. وانا مش طالع عشان اهاجم حد، انا طالع عشان اوضح مساله علميه عمليه بحته. ويهمني جدا ان حضراتكم تسمعوني كويس جدا بهدوء كده، ونفضل نفند مع بعض. مبدئيا كده، الذهب ليه بنقول هو الملاذ الامن اللي بيحفظ قيمة فلوس حضرتك؟ ليه؟ عشان هو ده نسبة للندرة بتاعته كمورد نادر، وهو ده المورد اللي بيتجه ليه القاعدة العريضة جدا 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 من اسواق التداول العالمي لاقتنائه كبديل للعملة اللي موجودة داخل أي دولة بتتعامل في إطار التعاملات الأسواق والكلام ده. حلو قوي. حاجة كمان، الذهب بيطلع مع الزمن. خلاص كده؟ لما بيطلع مع الزمن القيمة الحقيقية بتاعته بتجمد الفلوس. يعني دي قاعدة الذهب، القاعدة البينية، مش القاعدة العامة بتاعت الذهب، القاعدة اللي احنا عارفينها ان الذهب وفقا ليه منسوب للاحتياطات بتاعت الدول والكلام. لا، انا بتكلم على حاجة تانية دلوقتي. فانت هنا حضرتك، هو الذهب بيبقى ماسك قيمته، قيمة المعدن نفسه ماسك حابس جوه منه قيمة أي عملة بتدخل جوه منه. خلاص؟ خلاص؟ خلاص، حلو قوي. يبقى اذا لما بيطلع مع الزمن، الزمن ماشي، الذهب بيطلع لان قيمه المورد النادر دوا بتبقى يعني متصاعده مع الزمن. حلو. اذا انا حطيت فلوسي في ذهب وجمدتها، حطيتها، حفظتها، هنا الاصل في المساله والغرض الاول والاساسي من هذا الاجراء هو ان انا بحط فلوسي بحفظ القيمة بتاعتها، زي ما انا كده وضحت بتاع مثال خالته ام حمادة، خالته ام فوزية، اللي هي بتشتري، رايحة تشتري ازازة الزيت النهاردة بجنيه، راحت خدت الجنيه حطته حضرتك في ذهب، فلما حضرتك حطته في ذهب بقت اصبح كده متجمد. خلاص كده؟ خلاص. تيجي السنة الجاية حبت تشتري ازازة الزيت بنفس القيمة، بنفس الفلوس اللي معاها، هيتقال لها حضرتك ازازة الزيت رفعت بقت ب10 جنيه. اذا لما تروح تبيع الذهب بتاعها هتلاقي ال10 جنيه. خلاص؟ ده كده بمنتهى البساطة. عشان كده اللي يقول لك خدعوك فقالوا، ادي اول هنصحح ثلاث حاجات: الاستثمار في الذهب، الاستثمار في العقار، الاستثمار في السيارات. خلاص كده؟ طيب، حلو قوي. لما نيجي بقى نتكلم على الاتجاهات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي ايه بقى؟ يعني الجزء اللي احنا بنتكلم فيه حتة ان الذهب استثمار ولا لا؟ الذهب مش استثمار حضرتك. الذهب مش استثمار. الذهب لحفظ قيمة فلوس حضرتك.
امتى يبدا الذهب يبقى استثمار؟ لما بيدخل في دايره معاملات حضراتكم في التداول. يعني لما يدخل في دايره المعاملات للتداول يبقى اذا ده حضرتك ده بيسموه كده استثمار شقي. خلاص؟ ولكن المعلومه الحقيقيه والازليه اللي في المشهد كله ان الذهب للادخار، والذهب بيحفظ قيمه فلوسك. خلاص كده؟ خلاص. طيب تعامل في الذهب تعامل بعشوائيه ولا بحكمه ولا باندفاع ولا بقرار سريع؟ التعامل في الذهب بالعقل. بالعقل ده ما فيهاش ده ما فيهاش الحق. اصل الذهب هيطلع دلوقتي وينزل دلوقتي. طب ما ممكن يطلع حضرتك ويتهبد حضرتك لنازل الارض. يعني ان اللي تامن ارض مش السبعه، لا بتنزل حضرتك ممكن يتهبد لغايه الحدود. ومتوقع يعني متوقع دوت يعني بعد فتره، وممكن بعد فتره من خفض سعر الفائده الامريكي كمان. اللي يقول لك ده هيطلع ما يطلع بينعكس، وهنوضح الكلام ده. كل فتره وليها حاجتها. طيب من ضمن قواعد القصه والدخول في القصه والاستثمارات والكلام ده، ان انا احترم الفترات الزمنيه الاقتصاديه. طب دي اعرفها منين يا دكتور احمد؟ طب ما احنا معاك اهو، ما احنا بنقول لحضرتك. تمام؟ طيب بالراحه كده علينا يا دكتور احمد. العقار بديل عن الذهب في حفظ قيمه الفلوس؟ تحديدا يا دكتور احمد، انا رحت اشتريت عقار، او عايز حد طرح عليا مطور عقاري وحده مثلا وليكن ب 7 مليون ب 6 مليون. 6 مليون دول هياخد فيهم كام يا عم الحاج؟ تقسيط كل يعني اقساط متوزعه ازاي؟ يقول لك اقساط متوزعه ربع سنويه. يعني كل ربع سنه بتدفع كام يا ابويا؟ بتدفع 250,000 جنيه. طيب حلو قوي. واحد تاني يقول لك والله انا بصراحه في ربع سنه، وبيقول لك 330,000 شاليه في الساحل الشمالي. ما حصلش يا دكتور احمد. طيب تيجي تساله تقول له يا فندم بعد اذن حضرتك انت هتشتري العقار ليه؟ يعني انت واخد العقار ده ليه؟ يعني انت هتشتري شقه ب 6 مليون، هتشتري شاليه ب 9 مليون، 8 مليون، 7 مليون ليه حضرتك؟ عشان تسدده على 6 سنين مثلا فتره السداد. يقول لك والله اصل انا عايزه عشان يجيب لي عائد. غلط. غلط. اصل انا عامله عشان استثمار. غلطين وحته. حضرتك انت عايز تستقر، يعني عايز ايه؟ عايزها انت تبقى حاجه مستقره لحضرتك الى مدى الحياه، حدث ولا حرج. دي حاجه نفسيه، حاجه لحضرتك، حاجه 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 ليك. لكن الاصل في المساله ان انا لما اجي اتكلم على العقارات اللي موجوده بالمبالغ اللي موجوده دي كده كلها، ده مش استثمار حضرتك ب 6 مليون. احسبها لك؟ احسبها لك. نقول يا سيدي وليكن العقار اللي انت هتشتريه بكام؟ ب 6 مليون. خلاص؟ يعني القيمه المجمده 6 مليون، هتدفع كام يا ابويا اول قسط؟ اقول لك والله ادفع قد حوالي 250,000 جنيه اول قسط. وبعد كده على كل قسط، على كل يعني كل اربع على اربع اقساط في السنه هدفع حضرتك 250,000 جنيه، عينيا الاثنين. طب 250,000 جنيه في اربعه بكام يا ابويا؟ في ستة؟ ها؟ احسب كده، اضرب حضرتك 250 في الأربعة، حلو؟ واضربهم في ستة. لما نيجي بقى نعمل فترة الاسترداد الحقيقية بتاعت حضرتك، نجيبها ازاي؟ يعني اجيبها ازاي؟ نمسك في الراجل اللي هو بتاع ابو 300 انا 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 ماشي بالتوازي مع حضرتك، ما بين الراجل اللي بيقول لك الساحل الشمالي والشقه اللي واللي يقول لك فيها هدفع 330,000، طب 330,000 جنيه حضرتك لما تضربهم في اربعه، وتضربهم في 12 في 6 ب 7 مليون و900. الاولاني ابو 250,000 لما تضربهم في اربعه، لما تضربهم في اربع اربع اقساط، الاربع اقساط دول في 6 سنين يديك ال 6 مليون. 6 مليون، خلي بال حضرتك في الحته اللي انا بقولها دي، 6 مليون بعد 6 سنين، يعني فتره استرداد راس المال بتاعتك بعد 6 سنين. يعني انت لما تيجي تقول لي والله ان انا بعد 6 سنين هبيع العقار بتاعي ب 8 مليون عشان انا هكسب فيه، اقول لك افتح الله.
ليه؟ طب ما في ناس بتبيع ب10 يا دكتور احمد. بيشتري حضرتك، بيشتري وبياخد بال10 حضرتك، بس بياخدوا قسط مش كاش. لو العقار بتاع حضرتك اللي انت هتشتريه بالمبلغ دوت هيتسدد كاش يا فندم، توكل على الله. لو انت ضامن المشتري ليه بعد 6 سنين من فترة استرداد راس المال بتاعتك، بعد 6 سنين كل ربع 250,000 جنيه، تمام؟ طب لو انا حبيت اجر، تأجر بكام؟ يعني انت لو هتأجر لي الشقة هتأجرها بكام؟ ما هتأجر يا سيدي العقار اللي انت فيه كله على بعض 30,000 جنيه. عارف لما احط ب 30,000 جنيه في الشهر كأجار، انا مش بتكلم، خلينا يا سيدي بتوع الساحل يا سيدي، لو انا هقول مثلا لو انا هأجره في 3 شهور، 3 شهور يا سيدي كل شهر يا سيدي بكام؟ ب 300,000 جنيه. 300 في 3 ادي حضرتك المبلغ، ادي قول لحضرتك داخله في المليون. المليون حضرتك دوت هتسدد كام؟ هتسدد ال7 ولا ال6؟ طيب حضرتك لما تيجي تأجر 6 سنين بعد لما تسدد الفلوس بتاعتك هتجيب القيمة الإيجارية بعد 6 سنين قد 4 سنين أو 3 سنين المطور يقول لك لسه هتستلم الشقة بتاعتك فيهم. يعني أدي 4 و6 10، نقول 3 يا سيدي المطور هيسلمك على 3، الراجل سريع، 3 سنين وعندك 6 سنين فترة استرداد رأس المال بتاعتك، يعني بعد 9 سنين اضرب بقى حضرتك ايجار شهري 30,000 جنيه. لو انت هتأجر الشقة بتاعتك 30,000 جنيه اضربهم حضرتك على مدار يعني اضرب 30,000 في 3، ده الموسم بتاع اللي هي التأجيرات بتاعت الشمالي والساحل والكلام ده، اضربهم حضرتك على 6 سنين واقسمهم حضرتك على الرقم، شوف حضرتك فترة الاسترداد بتاعت حضرتك بعد 13 سنة 12 سنة. أنا 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 ما بتكلمش، أنا ما بتكلمش إنجليزي، أنا بتكلم عربي جدا بالراحة. عندي المطور طالب 330 ألف جنيه في كل ربع سنة، خلاص حلو قوي، في 4 يعني في 4 أرباع وأضربهم في 6 هيديني حضرتك 7,900,000، يعني قول 8 مليون. حلو. طيب الراجل هيسلمك بكرة الصبح؟ لا، هيقول لك والله ادفع لي حضرتك عشان انا لسه بعمل وببني وبعمل انشاءات ولا لا 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 لا. بعد كام سنه يا ابويا؟ بعد 3 سنين. طب يا مولانا بعد 3 سنين هبدا اشتغل معاك في القسط الثابت بتاعي. يقول لك لا، ادفع لي حتى اجزاء من الاقساط المرحله. ممكن ده في اتجاه، ده راجل مؤدب يعني شويه. لكن انت حضرتك هتستلم الوحدة بتاعتك، هتدفع الاقساط بتاعتك وهتستلم بعد حضرتك 3 سنين وبعد كده فترة سداد 6 سنين، 6 سنين و3 يبقى 9. فترة السداد الاسمية بتاعتك 9 سنين، تفضل تنحت كده. هتيجي تقول لي الله، طب انا بعد 9 سنين حضرتك قول القيمة كلها طلعت 9 مليون، طلعت مثلا يا سيدي 10 مليون. هو العقار بتاع حضرتك حد هيشتريه كاش بعد 10 سنين ب10 مليون؟ مش 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 لو الكلام ده موجود اوكي. انا مش بنفي حاجة، انا مش بقولك ان انت قرارك غلط، انا بقولك انا بفكر معاك بصوت عالي. انت شايف ان ده استثمار ولا ده اصل من الاصول؟ انا بقى بصحح ده كده، ان انا بحط فلوسي كاصل من الاصول. بل سيادتك دي حته مهمه جدا، لما انا في فرق ما بين ان انا اقتني اصل راس مالي يعني مبنى، شقه، مكتب، وهاجي بعد كده افتح فيه الشركه. الشركه دي انا محتاج مكان عشان اعمل شركه، والشركه دي هتدر عائد، هتدر معايا 400,000 جنيه في الشهر، 500,000 جنيه في الشهر، 1,000,000 جنيه في الشهر، 2,000,000 جنيه في الشهر. يبقى حضرتك هنا التطوير العقاري زي الفل، قشطه. ما ده ده ده, ده ما فيهوش كلام، ده قلب. يبقى انت حضرتك بتنوع في الاصول، بتجدد في الاصول، بتعمل في الاصول. يبقى اذا فكره الاستثمار العقاري لدى المطورين بالنسبه، انا عارف ان انا هتهاجم وعارف ان ربنا، يعني انا الحمد لله بقول كلمه حق ولا اخشى في الله لوم تلائم، لان الكلام اللي انا بقوله ده كلام بيعور في حته تانيه خالص. لكن الصح ان حضرتك
تشتري كاش ويكون مخفض، ونبعد عن القصة بتاعت القصص. يعني الجزء التاني بقى في الموضوع، حضرتك انت عايز تشتري شقة، هل الشقة يا دكتور احمد مثلا ما بتبقاش وسيلة يعني للاستثمار؟ الشقة حضرتك وسيلة للاستثمار في حالة واحدة، لو حضرتك دفعتها كاش جبتها بسعر كويس على موقع كويس، تبدأ تعد من تاني يوم من الكاش تسليم الوحدة او تشغيل الوحدة. اللي يعترض معايا في هذا الكلام يقول لي والله كلامك غلط وانا على راسي من فوق، انا يعني 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 انا جماعة انا على راسي من فوق، مطلوب من المطور العقاري ان يخفض عشان الناس تشتري منه كاش عشان يبدأ يتوسع في اماكن تانية. انا بقول كلام حق، ماليش دعوة بقى باللي بيحصل ايه ولا الكلام ده، ماليش دعوة، ماليش دعوة باللي بيحصل، ماليش دعوة بالكلام ده كله، انا ليه دعوة بس بالناس اللي هي بتكلمني تقول يا دكتور احمد انا هل انا لما ادفع 330 الف جنيه في شقة كل ربع سنة على مدار لحد لما والقيمة الاسمية بتاعتها 6 مليون، يعني على مدار 6 7 سنين تبدأ ان انت تدفع 330 الف جنيه كل ربع؟ مش عارف. ايا كان اللي بيقول لي كلامك غلط كلامك صح، ما مش هتفرق معايا، اللي كلامي غلط لو طلع هتحاسب عليه قدام ربنا، ولو كلامي صح ربنا يعني يسيبني على هذا الكلام. طيب نيجي بقى للجزئية التانية، حضرتك انت عايز تشتري عربية عشان تأجرها لأوبر وكريم. عربية النهاردة حضرتك لو هتشتريها، حضرتك لو هتشتريها بمليون و800، يعني اكرمنا العربية خليناها بمليون و800، الناس اللي بيقولها اصل تشتري جديد، كلام محدد على الناس اللي بيقولك اشتري عربيات جديد بمليون و800. عارف حضرتك لو انت هتأجر العربية، العربية دي لو هتجيب لك صافي 30 ألف جنيه في الشهر، عارف حضرتك فترة السداد بتاع حضرتك بتاع العربية بعد كام سنة؟ نحسبها 30 ألف في الشهر صافي، في 12 نضربهم مثلا نقول فترة السداد بتاعت العربية 5 سنين هتديك كام؟ هتديك المليون و800، مليون و800 ألف دول حضرتك هتفضل تعزق على العربية لمدة 5 سنين عشان ترجعهم. هل قرار ان انا اشتري عربية جديدة بمليون و800 في هذا التوقيت ان انا اخدها اسحبها كده وابدأ اشغلها في اوبر وكريم عشان تجيب لي فلوس؟ الناس هتزعل، الناس هتزعل، يعني الناس هتزعل، انا عارف دي انا متأكد منها مليون في المية. فالناس بتسألني ومحتارة، يا جماعة في فرق ما بين ان انا استثمر بعقل وما بين ان انا افهم القواعد صح، وما بين ان انا محسبهاش بالفهلوة. يعني حزبة الفهلوة دي بتلبس الناس في الحيطة يا جماعة، حزبة الفهلوة حزبة البرمة، يلا يابا احنا نجيب العربية هتدينا في الشهر 60 ألف جنيه، يعني نضربهم في 12 وهيبقى كده المبلغ، يعني يقول كده بسم الله الرحمن الرحيم يعمل لنا قد حوالي 3 مليون و200، 3 مليون و300 و400، يعني كده احنا العربية اللي نشتريها بحوالي 100 مليون و500، 2 مليون، يبقى احنا كده كسبنا في خلال ال5 سنين ولا الاربع سنين اللي موجودين كسبنا 1,200,000 جنيه، 1,300,000 جنيه، وكده يبقى معانا العربية و1,300,000 جنيه. دي حزبة المصطبة، يعني. لكن انت عايز تشتري حاجة، حضرتك عايز تشغلها في هذا الاتجاه، شوف حاجة استعمال كويس، حاجة كويسة
وليها قطع غيار. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يفضل والله انا بقول يفضل من وجهه نظري، ويختلف معايا من يختلف، انك تتعلم ميكانيكا، انك تبقى ميكانيكي نفسك، ميكانيكي خد بال حضرتك، يعني تصين على الاقل بنسبه 25% من اعطال العربيه. والله بقول الكلام ده، بقول الكلام ده والله من قلبي. ما ينفعش ان انا حضرتك اخد العربيه حضرتك اشتريها واجري بيها كل شويه صيانه. طب ما انا لازم يبقى لي يعني اخد بال حضرتك، هتطلع برضو الناس تهاجم وتقول لك اصل الميكانيكيه وتوقف حاله. يا سيدي انا بتكلم الناس اللي بتتابعني، الناس اللي فاهماني، الناس اللي عارفه انا بتكلم في ايه. طيب يبقى اذا حته ان انا اخد عقار بفوايد عشان بفايده سنويه وربع سنويه عشان استثمره، يعني يبقى ان انا يجيب لي فلوس، دي انا وضحتها في الاول. وحته ان انا اجيب عربيه جديده، لا حسبت ده، انا قلت ده صافي المصاريف، ده انا جبتها لك كده على بلاء، يعني جبتها لك كده شافيه متشفيه ب 30,000 جنيه. 30,000 جنيه حضرتك في الشهر، ده لو ده لو ايه؟ 30,000 جنيه يبقى فتره الاسترداد بتاعت حضرتك بتاعت الفلوس بتاعتك بعد 5 سنين. ده لو 30,000 جنيه في الشهر صافي. على كام؟ على عربيه بمليون و800,000. واخد بال حضرتك؟ فانا بتكلم والله من قلبي، والله من قلبي، مش 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 ليا حاجه عند حد. لكن والكلام ده بيدفع فيه استشارات قد كده لناس. خلاص؟ بالنسبة للصابرة المحتسبة بتقول بالنسبة للناس البسيطة تستثمر في ايه؟ يا فندم مفيش حاجة اسمها ناس بسيطة بتستثمر، ما بحبش المصطلحات، بحب نحط المصطلحات في مكانها. أكتر واحد بحب أحط المصطلحات في مكانها. نقدر نقول حضرتك الناس محدود الدخل يستثمروا في ايه؟ خلاص؟ لكن كلمة بسيطة دي كلمة ملهاش أي معنى في القصة خالص. نقدر نقول الناس الغلابة، أهلا وسهلا، أنا من الناس الغلابة. خلاص؟ يعني أنا من الناس الغلابة بصراحة. أنا منتمي للقصة دي. تمام؟ حلو أوي. الناس بقى اللي هم الناس الطيبين اللي زي حالتنا يستثمروا في إيه؟ دي ليهم حضرتك حلقة كده لوحدهم، هطلع أتكلم بالراحة كده وأقعد أقول من أول صفر تكلفة لغاية إزاي يعمل مشروع من صفر جنيه من ما فيش لغاية لما. بس أنا بتكلم دلوقتي حضرتك البث بتاعي مركز لي وموجه للحملة اللي كانت معترضة على كلامي على البوستات اللي أنا قلتها. فالنهاية يعني كلامي حضرتك ده فيديو، مجرد فيديو. العلاقة اللي ما بينك وما بين كلامي إنك ممكن تتجنب الفيديو ده خالص، ترميه في الشارع. وبين إن أنت حضرتك تبقى فاهم القواعد اللي موجوده فيه. لو عرفت الكلام ده وربنا يوفقكم ويكرمكم، واتمنى ان انا ما اكونش يعني طولت على حضراتكم، وتكون المعلومه وضحت. واحترم اختلاف الناس، وتحياتي لحضراتكم، وكل من يختلف معي بادب فهو على راسي، وكل من هاجمني بغير ادب برضو انا هقوله، مش هقوله على راسي، ولكن هقول له سامحك الله، احنا في الاول في الاخر في الاخر بشر بنصيب ونخطئ، وقد يكون كلامي صح وقد يكون كلامي غلط. والله تعالى اعلى واعلم، وهو علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.